احنا معانا يوسف شقيق السيدة السلام التي الطبيبة التي راحت يعني ضحية عنف مجتمعي غير مقبول. يوسف مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اولا البقاء لله، اشرح لي ايه الوضع، ايه اللي حصل؟ بص يا فندم، هي قصة انا حكيتها في برنامج قبل حضرتك عند استاذ عمرو، تمام، واعذريني ان انا مش قادر اتكلم كتير، بس هي يعني انا هحكي لحضرتك بعجاله كده. اتفضل. هي الفكره ان هي طلبت من حد ان هو يجيب لها انبوبه، فجاب الانبوبه وطلع غيرها. الراجل ده قال لها يا مدام انا مش هينفع اجيب لك الانبوبه قبل الساعه 11. فجاب لها الانبوبه وغيرها، وكانوا سايبين الباب مفتوح. تمام معايا يا فندم؟ تمام، سامعاك. وراحوا الناس ديت اللي هو البواب وصاحب العماره والناس ديت، راحوا طالعين متهجمين عليهم وفضلوا يضربوهم وبيقولوا لها لا مؤاخذه يعني انا اسف، لا تخلعي هدومك وهنصورك. فطبيعي واحده من كتر الضرب ومن كتر القرف اللي هي شافته، فاكيد لا اما هترمي نفسها لا اما هم اللي رموها. ديت انا مش متاكد منها، بس التحقيقات هي اللي هتظهر كل شيء. وانا اختي وزنها تقيل يعني، والسور البلكونه عالي، فهي مش هتقدر ان هي يعني اللي هي ترفع رجليها عشان تنط يعني. ده اللي انا متاكد منه. هم الناس ديت لا اما عاوزين ياخدوا حاجه في الشقه، لا اما كانوا عاوزين فعلا ان هم يتعدوا عليها، لا اما النيابه هي اللي هتقول. اختك بتشتغل ايه؟ ايه وضعها؟ عايشه لوحدها ليه؟ يعني اشرح لي. بص يا فندم، هي كان في خلافات وانفصلت عن جوزها، بس عيالها كل ماذا يعني كل اسبوع او كل 15 يعني عندها اولاد يعني؟ عندها اولاد. لا اله الا الله. عندها اولاد قد ايه يا يوسف؟ عندها ولد في ثانوي وولد في اعدادي وبنت صغيره. الولاد مع مين؟ مع الاب ولا ايه؟ مع الاب. طيب يعني القصه ان هم كسروا عليها الباب والكسر؟ لا يا فندم، هو الراجل كان بيغير الانبوبه والباب كان مفتوح، وهو كان خارج، هم راحوا داخلين وفضلوا ان هم يضربوا فيهم وبيقولوا لها لا اما تقلعي ونصورك، وفضلت وهي يعني واحده عاوزين يصوروها ويخلعوها دمها، فمنتظر منها ايه؟ انت عرفت القصه منين دي يا يوسف؟ عرفتها منين؟ انا عرفت القصه ديت من الاسم، من ضابط كويس، ضابط مرضيش يضحك عليا، مرضاش ان هو يقول لي تمام، زي ما كل الضباط وامناء الشرطه كانوا بيتكلموا، قال لي انا هريحك عشان شايفك رايح جاي ومتبهدل، انا هريحك وهقول لك على القصه. يوسف يعني تقول ايه للناس دي؟ الناس اللي هي عايزه يعني على طول عندها الشك. طب هم هل اختك كان على خلاف مع البواب مثلا، مع اصحاب البيت ولا ايه؟ ايوه يا فندم، ايوه، هي كانت عاوزه تبيع الشقه عشان خاطر الراجل صاحب العماره ده كان تملي يقول لها احنا عاوزين 15000 المرافق، فعطته 15000 تمام عشان يعمل السلالم، يعمل الاسانسير، ولا عمل الاسانسير. فهي راحت خلاص زهقت، فبدات ان هي تقول للناس تمام، شوفوا لي مشتري، انا عاوز اعزل. وكانوا بيضايقوها فعلا تمام، لغايه اما هي كانت بتروح عند خالتي تمام تبيت، بس في اليوم دوت هي راحت عشان تغير الانبوبه عشان تعمل عيال لاكلها لعيالها تاني يوم، يعني تعمل اكل عشان مش هينفع ان هي ما تعملش اكل. يعني بتقول ايه عن الحادثه دي يا يوسف؟ يعني ايه؟ مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. انا كل اللي انا عاوز افهمه، هل في قانوننا ان في حد يتفاوض عن الشرطه وعن القضاء وعن رئيس الجمهوريه ان هو يطلع يقتحم بيوت الناس ويموت الناس؟ لا لا لا، انا كل اللي انا طالبه يعني ان ربنا يشفي غليلي، وربنا يجيب حقها. ده اللي انا طالبه، وانا واثق ان العداله والقضاء المصري بتاعنا بيمثل ربنا على الارض. هيجيب حقها. دفنته؟ عملته عزاء؟ ايه الوضع ولا لسه عشان النيابه ما صرحتش بالدفن؟
لا دفنا، دفنا الحمد لله، ربنا دفنا يرحمها، ربنا يرحمها، ربنا الله يرحمها ويصبر أولادها ويصبرك يا يوسف ويصبر أولادها كلهم. يعني أنا بشكرك بيا في حياتك. كلمة أخيرة قبل ما نقفل، محدش يمثل سلطة الله ولا سلطة القانون على الأرض إلا أجهزة القانون. ليس من حق المجتمع، ليس من حق أي حد، لا يفتش في النوايا ولا يفتش على الناس سلوكها عاملة إزاي، ولا يعني يفرض عقوبة على البشر، ولا يقيم حد، ولا يسأل إنه الست دي كويسة ولا وحشة، ولا يسأل ولا يكسر ببان، ولا يخش ولا يقتحم خصوصيات الناس، ولا يقتحم بيوت الناس. هذه دولة قانون. بطلوا تفتشوا في ضماير الناس، بطلوا تعتبروا نفسكم القانون، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هذه دولة قانون.